وطني على كل فرد فينا، امرأة أو رجل، لابد أنه يروح لصندوق الانتخاب وينتخب الفريق أحمد شفيق. هذا هو مستقبل مصر. كلنا عندنا أمل، كلنا عندنا أمل في المستقبل. احنا فتنا في فترة عصيبة جدا، القلق وعدم الاطمئنان والخوف اللي احنا عايشينه في الفترة اللي فاتت، ان شاء الله كل ده هيزول لما الفريق احمد شفيق يمسك ويبقى رئيس لمصر. شوفوا هيعمل ايه لينا. عنده افكار انا استمعت له كثيرا، وافكاره ممتازة، وهو مالت ايده للفقير والعامل والفلاح والثوار اللي قاموا بالثورة يوم 25 يناير. هيجمعهم كلهم في كل مصر، هيجمعها وهيخلينا كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان نرتقي بمصر ونرتفع بيها وتلحق بالحضاره. العالم كله بيتقدم واحنا لسه في مكاننا. ارجو ان احنا كلنا نروح لصناديق الانتخاب ونقول للي بيقول انه هيبطل، لا ده حرام عليه، ده واجب وطني ان هو يروح وينتخب. ده مهمة كل واحد فيكم يقول للي معاه وقرايبه واصحابه وكل اللي حواليه، وما تخافوش. خلينا جرأة، الانسان موقف، ولنا موقف في هذا الوقت. لابد ان احنا نكون صرحاء وواضحين ونقول الحقيقة، ما نخافش. فأملي فيكم ان شاء الله كلكم تروحوا يوم السبت والحد تبدوا بأصوات.